الندوه ديال اليوم، الندوه الصحفيه اليوم هي للاعلان عن التقرير السنوي ديالنا بمناسبه اليوم العالمي لمناهضه العنف والحمله الامميه لمناهضه العنف ضد النساء. هو تقرير يعني كما قلت لسنه 2017 للحديث عن يعني العدد النساء المتوافدات على المراكز ناد الاستماع والايواء. وهذا السنه الجديد في التقرير هو انه تم التنسيق مع شبكه نساء متضامنات كذلك لدرجنا الاحصائيات ديالها، والاحصائيات عطات يعني عدد مهم من النساء اللي توافدوا واللي كانوا ضحايا العنف اللي هو عدد لا يقل على 2311 حاله. وهذه الحالات ديال العنف سجلات 10559 فعل عنف بجميع اشكاله، منها النفسي الجسدي النفسي الجسدي الجنسي الاجتماعي والاقتصادي. من خلال التقرير كنتكلموا كذلك على عدد النساء اللي استفدوا من خدمات الايواء، المراكز الايواء الثلاث اللي كاين المنضويه تحت لواء شبكه نساء متضامنات، واللي العدد ديال النساء اللي استفدوا يتعدى 200 سيده، وكذلك كانوا يعني برفقه اطفال تعدى العدد ديالهم كذلك 215 طفل. اليوم كيصادف يعني اننا كنشروا تقرير ديالنا حول في هذه الندوه الصحفيه حول العنف من خلال المراكز اللي كتوفر عليها شبكه انجاد، وهي 12 مركز يعني منتشر وطنيا، وكذلك بشراكه مع نساء متضامنات اللي هي شبكه اللي نشات في 2006 وفيها 20 جمعيه، وانهم تعاون ما بين هذه الجمعيتين شبكه انجاد نساء متضامنات اللي كتعمل في ظل يعني فيدراليه رابطه حقوق النساء، تم انزال هذا التقرير هذا اللي كيبين لنا الاشكال ديال العنف والحالات والعدد ديال النساء المعنفات، وبانها الظاهره اللي اعترف بها رسميا متواجده، وكما كان جاء على لسان وزاره التنميه المندوبيه الساميه انه وصل 62.3 يعني تقريبا 63%، وهذه مساله يعني ناقص الخطر يدق. حان الوقت وفعلا كانت الجمعيه تطالب دائما بقانون يوفر الوقايه والحمايه والزجر وعدم الافلات من العقاب، واللي من ضمنها فيدراليه الرابطه بالمكونات ديالها شبكه رابطه انجاز، ولكن للاسف خرج هذا القانون. هو فيه ما هو ايجابي وما هو سلبي، عندنا عليه مؤاخذات، ولكن كتبقى خطوه ايجابيه لانه على الاقل هناك اعتراف بان هناك يعني عنف ويجب محاربته. وهذا القانون جاء بواحد مجموعه ديال النصوص، جاب تعاريف ديال الاشكال ديال العنف، تم الاقصاء العنف القانوني، وكما جاء في نطاق تدخلات ديال القاعة العنف السياسي كذلك، وكذلك جاء بمستجدات في إطار يعني رفع العقوبات وتشديدها في بعض الجرائم، وكذلك جرم بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بحال التحرش بحال التشهير والمس بالحرية الخاصة ديال الإنسان، كما كذلك جاء بعدة تدابير وقائية راه سبق لي ذكرت عليها في إطار الندوة، اللي منها كما قلت إرجاع المحضون للسكن ديالو وتجريم تفويت الممتلكات المشتركة، يعني واحد المجموعة. ولكن عندنا مآخذ على هذا القانون 103/13 هو أنه ما جاوبش على واحد المجموعة النقاط اللي كنا كنطالبوا بها، مثلا الأبناء المنحدرين من الاغتصاب، ما هي وضعيتهم في النسب، مع أنه الآن كنعرفوا بأن كاين لديهم الخبرة الجينية اللي تثبت علميا يعني مدى انتماء ذاك الطفل لذاك الأب أو لا. كذلك ما جاوبناش على الاغتصاب الزوجي، وهذه حالات منتشره في المغرب من خلال الاستماع ديالنا في المراكز 12 اللي عندنا في شبكه انجاد، كتثبت بان هناك يعني عنف زوجي كثير، ولكن للاسف في اطار المحافظه على التقاليد ديالنا وحمايه الاسره مسكوت عنه. كذلك المؤاخذات ديالنا على قانون 103/13 هو انه اقصى في اطار خلايا العنف، اقصى الجمعيات اللي كتخدم في هذا الميدان ديال الاستماع ويعني والتتبع ديال حالات العنف النساء اللي عندها مراكز يعني مراكز
الاستماع واللي راكمات واحد تجربه كبيره اللي يمكن يستفاد منها يعني المجتمع. وللاسف الليجان اللي كاينه في هذه الخلايا يعني بالسلطه التقديريه ديالها يمكن لا تحضر معها الجمعيات او لا تحضر، في حين حنا بناء الميدان يعني اللي كنخدموا في هذا الدومين كان من الواجب يعني اشراك الجمعيات يعني تكون بقوه. وكذلك كاين واحد المؤاخذه وهي ان الجمعيات ستكون عندها المنفعه العامه وتكون الاذن الكتابي من الضحيه عاد يمكن لها الدخل، وهذا كيقصد الجمعيات اللي كتخدم في هذا الاطار هذا، وهذه من ضمن المؤاخذات التي نسعى مستقبلا ان شاء الله. الندوه الصحفيه اليوم هي من اجل تقديم تقرير شبكة نساء متضامنات ومراكز إيجاد ضد عنف النوع. الإحصائيات هي لسنة 2017 والآن تمت قراءتها وسيتم تقديمها كما رأيتم اليوم. اليوم كان لنا الشرف أننا حتى احنا شاركنا في هذه الحصيلة ديال التقرير ديال السنوي ديال شبكة نساء المتضامنات اللي تقدم فيه مجموعة ديال المعطيات، الإحصائيات ديال المدن والجمعيات اللي تابعين هذا الشبكه. دونك اليوم هو فعلا كانت تجربه اولى، كانت تقرير اول ولكن كان جد قيم وشامل المعطيات والاحصائيات ديال العنف الممارس على النساء في هذه الجمعيات التابعه لشبكه النساء المتضامنات. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.